دار عزيز عزيز حتروف، هذه هي دار، لحولية لحولية هذه داركم ياك، هذه هي الدار. نشد عليك فوجك، نشد عليك فوجك. وليدة أم حليمة، الجليج ديالنا هو شتي، ها هو باقي الجليج ديالنا ديال الدار. عقل شي، ها هو عقلي عليه مزيان، شوفيه. واش الجليج؟ الله يرحمك الجاج مق. يا الدويرة هي هذه، هذه دارنا. هنا فين كانت دارنا؟ هنا فين كانت دارنا؟ في البلوكات ديال بن عيد. هذه الزنقة. هذه الزنقة، هاي. هذه الزنقة. وشكون اللي كان أنفاس معكم هنا؟ هنا كانت أنفاس معنا دار كمان نحيلة. هاي دار كمان نحيلة. هاي وهنايا كانت هنا دار السعدية. السعدية مولاتي. زهرة السعيديات. السعيدية. زهرة السعيديات. وهاد الدار هذه ديال أمي مليكة مرت با الشرقي. الله يرحمه في هاد النار هذا. الله يرحمه في هاد النار. وهاد الدار هادي ها هي ديال مي حبيبه مرات با الدغوغي. ها هي مات مسكين با الدغوغي. با الدغوغي مات مسكين. الله يرحمه الله يرحمه. ها هي هادي، ها هي اللي غنوقف فيها انا. هادي دار با الدغوغي. لا يا ربي، هادي دار خويا، دار مصطفى حشروف. عقلت عليها غير بالجليج، والله الا عقلت عليها غير بالجليج. تشد معاك الجليج شاوة. هادي هادي دار مصطفى خويا، هادي دار مصطفى خويا. هذا دار با الدغوغي. هي هادي، هي هادي الله يرحمه. هادي دار با الدغوغي الله يرحمه. وهادي دار كمال، دار كمال خو ياسين. ولاد باس محمد، ولاد مي فوزيه بن حجو. بن حجو. هادي دارهم، هادي هي دارهم. هاي هي هادي دارهم، هي الدار ديالهم. وهذا هنا وهذا القنت هذا ديال السعديه مولات الجامع. حتى السعديه مولات الجامع ما كانتش دايره الجليج. هي هذه الدار، ما كانش عندها الجليج. هنا كانت الدار ديالها. هي كانت باقا السيمه، هي السيمه، هي في الارض باقا عاقل عليها. يا حسره يا حسره يا حسره خويا انس على هذا القنت هذا. واخويا شوف، الصراحه انا بقاو فيا الناس ديال الجاج، ما ماشي كنقولها حنت تود الجاج، ما حنت انا كبرت معاكم راك عارف، فهمتيني؟ كبرت انا في دار بوبو جمع الله يرحمه بن حجو، بحال الخوت. بحال الخوت، وما كناش كنتفارقوا، نلعبوا مجموعين، خرجوا مجموعين. هذا الكولوار ديال الدار، هذه الدخله ديال الكولوار ديال الباب. هنا فين كان الباب؟ هنا فين كان الباب ديالنا؟ كتدخل مع هذا الكولوار حتى لهنايا. الدور هنا كاينه الكوزينه، وهنايا كاينه حشاك الطواليت. وتما في ديك البلاصه اللي واقف فيها خويا انس، كان بيت النعاس ديال الوالد الله يرحمه. الله يرحمه الله يرحمه في هذا النهار مسكين. كتدخل مع الكوروار هنا، هنا كان صالون. هذا الصالون هذا كنت قسمته انا وخويا. هذا هذا البيت هذا كان فيه الخوادري، خوادري رحال. وهذا البيت هذا هنا كنت فيه انا ووليداتي. وهذه دار المرحوم عبد السلام بن حجو الله يرحمه مسكين. والله يرحمه بوبو جمعة كذلك. هو في هذا النهار ديالو الله يرحمه. كانوا الناس مزيانين، وصراحة كبرت معاهم أنا صراحة. صراحة أيام ما كتنساش صراحة. وكانت هذه دار، هاهي الدار هذه، هالدار هذه، هذه الدار ديال حليمة، ديال حليمة أخت بو محمد اللحية. هذه الدار ديالها، الدار ديال حليمة. كانت اونفاس مع الدار ديال بن حجو ديال عبد السلام اللي كان عندهم الحانوت. اللي كان عندهم الحانوت. عاد راه هي الدار ديال بو محمد. هذه دار، هذه الدار ديال سميتو، ديال مي ربيعه، ديال سعيد وجمال. ولاد المحجوب مي ربيعه. الله يرحم سمير. الله يرحم سمير مسكين. اي سمير نيت ولدهم الله يرحمه من هذا المنبر هذا. هنايا كانت الدار ديال سميتو، ديال مي حفيظه، مي حافظه وسطيكا ومهدي. هذه الدار ديالهم، هو الجليج ديالهم. عائله بن حجو، عائله بن حجو كذلك. هذه الدار هذه ها هي دار الشرافي، هذه دار الشرافي عبد الله، عبد الله الشرافي صحيبي مسكين. دار الشرافي عبد الله ها هي، هذه هي الدار ديالهم. هو الجليج هذا كان عندهم، هذا الجليج الزرق كان عندهم. كاين هذا، هذا الجليج هذا، وكاين هذا كري، هذا كري هذا كان عندهم نيت في الدار. هاد الدار ديال عبد الهادي، عبد الهادي عرفتو، عبد الهادي حتى هو من عائلة بن حجو، حتى هو من عائلة بن حجو. هادي الدار ديالهم كذلك. هما تما عندهم الجليج مارو. هادي الدار ديالهم،
وهذه اللي ملاص ديال لا يا ربي لا يا ربي هذه هي الدار ديال بولحيه ديال دار غزلان اللي كان فيها الحانوت فيها الحانوت اه هذه هي الدار ديال ولده كان صاحب علاء كاين علاء ولا الدري الكبير الكبير اللي ما بقيتش عاقل على الاسم ديالو. المهم هذه هي الدار ديالهم اللي كان فيها الحانوت وهذه دخلت الدار ديال عبد الهادي عبد الهادي اه هذه الدخله الدار ديال عبد الهادي هي هذه هذه الدار ديال الجليج ديالك عبد الهادي عبد الهادي بن حجو اللي كيجي لسعيد عرفته طويل طويل اييه طويل وهذه راه دار كحيله دار كحيله اه اييه هذه دار كحيله عبد الغاني عبد الغاني با محمد الله يرحمه الله يرحم با محمد الله يرحمها حتى هي الله يرحم جميع امة محمد هذه الدار ديالهم اييه الدار ديال عبد الغاني بحيله هي هذه هادشي اللي كاين هنا كانت عندهم واحد الجريده الجريده باقا بحال اللي باقا في, في, في الديكور ديالها ياك باقا عندهم هذيك الجريده عاقل عليها كنتي كتدخل من هنا الزنقه اييه حتى عبد الهادي كانت عنده حتى هو جرده هنا في هذا الجهه وهذه اللي كانت اون فاس معاهم هنا كانت الدار ديال سميت هذاك الدري الدار ديال موقيت موقيت الدار ديال وهنا هي ديال هذاك الدار ديال موقيت كاين الدار ديال ناجا دريوش لا الناجة الناجة فؤاد اللوجي اه دار اللوجي ديك السميطه والناجة ومصطفى مصطفى ود الفقيه كاينه دار ديال الدار ديال مصطفى ود الفقيه دريوش الدري اللي في دريوش دريوش ومن حدا عاوتاني كاينه الدار ديال سراغنا من الهيراي هنايا وكتزيد شويه كتلقى دار جلال دار جلال راهي دار الحاج حفيظ حاج حفيظ او كتزيد شويه لهيك كتلقى دار ام الباتول وهذه الزنقه الاخرى هذه الزنقه الاخرى كانت فيها ام زهراء الله يرحمها دار حجاج هنا دار حجاج هذه هي كانت هنايا دار حجاج يا حسره كانت دار حجاج ونفاس معاها الدار ديال عزيز اللي كانوا جاوا شراو هنا ونفاس معاها هذه هي الدار ديالهم عزيز رجل الاخت حنان على ما اظن هذه الدار ديالهم كاينه هنايا الدار اللي ملاصقه هنا في كانت دار مهدي باعوها مهدي ياك ود مصطفى مهدي سطي مهدي ود ود مصطفى ود مصطفى دار كيفان كيفان كانت هي هذه كانت هي الاولى ما عقلتش انا مزيان ما كذبش عليك لا الاولى كانت مريم هذه كانت الدار ديال مريم مرت عبد الجليل اللي في سراغوسا مرت عبد الجليل خو كمال الزيات خو كمال الحيله هذه هي الدار الاولى ديالهم الاولين الاولى الدار الاولى ديالهم هما ديال الاخت مريم والدار الثانيه ديال الاخت ديال رضوان ديال الاخت حنان ديال الاخت حنان مرت الاخ عزيز كانوا شراو هادو هما بنت بوميلود الله يرحمه بوميلود الله يرحمه مسكين نجار هي هذه الله يرحمه مسكين هذه دار كيفان هي هذه اللي سولتك على مصطفى هي هذه تحية لخويا مهدي كيف قلت لكم هذه الدار ديال الحجاج الحجاج هذه عاقل على الاول كانت حداهم تما كانت واحد الوسيعه وكان عنده الشرجم عنده كان عنده اللور الشرجم ملاصقه معاه هنايا الدار يونس ديال الدار ديال يونس هنايا رجل اختي عائشه يونس هنايا تما صفية هنا الدار ديالهم الدار اللي ملاصقه معاهم هذه ديال دوك الناس اللي كانوا ساكنين في الرنجير اللي كان كيسوق الرموك با حسن الله يذكره بخير ولا مات الله يرحمه من هذا المنبر راه باقيين واقيلا باقيين عندهم نيت الدار في سميتو في الرنجير هذه هي الدار ديالهم اللي ولدهم سميتو عصام لا ما عندهمش ولد عندهم بنت عندهم واحد ما عقلش عليهم ما عقلش عليهم وهنايا من دار كيفان الا ما خفت نكذب الا ما خفت نكذب دار كيفان ولكن الدار اللي قلتي لي ليه كان هذاك بو عالي ياك كيسكن تما راه هي هذيك دار اللوجي اللوجي هو بو عالي دار اللوجي ودار النجا دار اللوجي ودار النجا هما كانوا ساكنين بديك الدخله كانوا مقابلين مع حداهم راسك معاهم باموس من اللي الدار ديال الحاج ديال الحاج ديال باموس ومن الجهه الاخرى كانت دار عبد الله عبد الله الحاج والسعديه ومروان كذلك فهادشي جهات وعلى ما اظن على ما اظن الدار اللي كانت ملاصقه مع الدار ديال دار كيفان على ما اظن وهي هاد الدار هذه اللي هي الدار ديال ام صفيه ام صفيه ديال الحسن والحسين دار حريبه دار ابرامي تحيه لخويا ابرامي والدار اللي كانت ملاصقه مع الدار ديال ابرامي
على ما اظن وهي الدار ديال اش غادي نقول لكم، الدار ديال على ما اظن الا ما خانتنيش الذاكره كانت الدار ديال سعيد معروف. كانت الدار ديال سعيد معروف اللي هو سعيد ودبو العبدي. ودبو العبدي، ودبو العبدي الله يرحمه. الله يرحمه، الله يرحمه مسكين. الله يرحم كاع الناس اللي ماتوا ديال الهجاج، ما واللي واللي مريض الله يجيب ليه الشفاء. والدار الدار الاخرى اللي كانت ملاصقه على الدار ديال دار سعيد معروف، اللي هي على ما اظن الا ما خانتنيش الذاكره الاخوان، راه هادشي راه مرت عليه سنوات. سنوات راه ماشي بالسهل. الدار اخويا الخوت اللي قلت لكم، وهي الدار الاخيره ديال بات عصام، دار ديال عصام داك اللي كيصبغ ياك، ديال السي سعد الرحيم، بعض الرحيم اللي مناسب مع كيفان، اللي مناسب مع كيفان، اللي مناسب مع يونس. هذيك هي الدار ديالو، ها هي هادي هنا. وما تبقى لها، راه كانت جريده ولا خانت جريده، وكانوا الحبوله تما ياك. كانت واحد الصيصه من لهي كانوا كينشرو فيها الناس، كينشرو فيها الحوايج، هادشي اللي كاين. وهنا تيران الخيلات، تيران الخيلات راه باقي البعض. وتما في هذيك فينيزيا كان بو الشافعي الله يرحمه، الرسومات ديالو فينيزيا هاد الموبل هذا كان بو الشافعي الله يرحمه. قصه هادي قصه 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 كبيره الاخوان. اش غادي نقول لكم، حنا جينا لهذا المكان هذا، نتذكروا الوقيته ديالنا. الاخ بوجمعه اللي كان اللي معروف بوجمعه العود، عرفتو. يمكن كانت السكنه ديالو لهيه. فين هنايا؟ لا راه هي لهيه، فين هذيك الخويه؟ فين كاينه هذيك الخاويه؟ تما فين كانت الدار ديال بوجمعه؟ راه التيران، هذيك الرسومات ديال التيران، راه الدار ديال بوجمعه راه هي. فين كتبان لك هذيك عوا غاده؟ عرفت تما هذيك هي الدار ديال بوجمعه فين كانت. وكان مول القراعي ها هو تا هو هنايا. واخويا اش نقول لك، هادشي كيألمنا بزاف والله العظيم. وحق الله حنا دابا ما كناش ساكنين هنا، كنا غير جيرانكم، وبقى فينا الحال وصراحه حاجه. رشيد انا جاهز ما اخويا. ايوا الاخوان، كيف تنقول لكم، دجاج ما ذكريات صراحه، ذكريات لا تنسى. الله يرحم اللي ماتوا، والله يطول في العمر ديال الناس اللي مازال على قيد الحياه، والله يجعلها مغفره الذنوب. والناس اللي صورنا دابا ديورهم، وصورنا وذكرنا الاسماء ديالهم، هذاك الشيء صراحه ما كيعلم به غير الله. بلا ما فهمتيني، كون ما كنتوش عزاز علينا راه ما غاديش نذكروا اسماء ديالكم. اكيد هذا الشيء اللي كاين. وصراحه هادو هما الديور ديال بنهيمه، 29 دار، الاحصاء ديال 29 دار اللي كانت هنا، اللي كان خرج فيهم هذا الشارع ديال محمد سجل الماسي، ها هو شارع المنار، هو هذا اللي كان خرج فيهم. كنا كنتواجدوا حنا وسط هذا الشارع هذا، وخرج فينا الشارع وبناو لينا هنا في هاد لوطيسمه هادي، في هاد سمو التيران ديال الخيلات في الوقت ديال بنهيمه والبرلماني وديع بن عبد الله، وكذلك رئيس الجماعه الحالي اللي هو محمد الشباك. كنتو تحولتوا عزيز من لهي، انا عاقل على داركم، ديما كندوز كنجبدكم حدا هاد الشجره هادي، غنمشيو غنصور لكم داركم فين كانت المره الاولى. وتحولتوا لهذاك الصور اللي كاين تما، ودوزتوا شحال المده؟ دوزنا 6 شهور. 6 شهور وعاود رجعتوا هنا بما ما تبنوا لكم الديور ديالكم ووجدوا. هذا باش رجعتوا، هذا باش رجعتوا، هذا باش رجعتوا هنا وسط القياطن، دوزنا 6 شهور. ايوا هادي هي الهجاج ما، وهذاك هو السوق اللي كتشوفوا فيه. ايوا هادشي اللي كاين، كلشي مشى. انا عمي كان كيسكن هنايا ديريكت، الا خرجتي من هنا كتخرج لدار عمي سعيد الله يرحمه. ايوا هادي الدنيا، تحياتي لجميع الاخوان. وهذه العرصه دارنا هنايا، هذاك في هذاك لي زار بيض، هذيك هي دارنا. العرصه تاهي، العرصه تاريخ، عرصه تاريخ. كنا كندوزو معاهم مقابلات. خويا عمر تفضل. ما نبانوش عادي، بغيتي تبان بان. معليش عزيز بان، انا ماشي مشكل. تحياتي للدراري خوتنا ولاد الهجاج ما جميعا، بالكبير والصغير، اللي قراو معانا واللي دوزوا معانا واللي كبرنا معاهم وكبروا معانا، تحياتنا لهم. والله يرحم الدراري اللي ماتوا،
توحشناهم في الصراحة ونتمنوا يكونوا بخير وعلى خير. قال لك اللي ما عطاتوش شي اعتباق يقلب على راسه في بلاصة أخرى. حنا حتى حنا راه باقي كنتسناو نوبتنا إن شاء الله شي تغييرات تكون بلاتي أحسن وهادشي اللي كاين تكون في المستوى وتحياتنا للجميع. هادشي اللي كاين والدراري اللي ذكرنا الأسماء ديالهم ماشي كون ما كنتو عزاز ما غاديش نجبدوكم، والناس اللي ما تذكرناش الاسماء ديالهم راه ماشي نسيناكم ولا هادي، ولكن راه الناس كثار وعزاز والصراحه ما عرفتش كيفاش غنقول لكم. انت خويا عزيز انا كنت فكر داركم باش بالبير، دارنا بالبير اول بير باقي محفوظ شي حاجه واخا التاريخ يغير ما يغير ولكن لا يغير شيء ياك ولا لا. هذا هو البير داركم نتوما عزيز كانت اون فاس معاه هنا الجامع. هذا البير كان ديالنا هنا الجامع ياك كنا ساكنين فوق البير هنا الجامع هنا الجامع ديال اختي السعديه. لا الجامع ديال السعديه ها هو هنا هو هذا في كاينه الشجره هذه هذا هو الجامع ديال السعديه كان هنايا هذا كنقراو فيه الجامع كان ديال قراءه القران وكنا كنحفظوا الحروف فيه. تحياتي للاخت السعديه من هذا المنبر الله يطول في عمرها. هنا كان الجامع كونفاس مع دار زويتن هذه دار زويتن هنا كان الجامع هنا كان البير وكانت هنا واحد النخله يا باقا بلاص كانت واحد النخله هنايا كانت هنا النخله الدار ديالنا كانت فوق هذا البير وفوق النخلة فوق البير وفوق النخلة وقنفص معاه الباب ديالكم عاقل الدار كاين الدار تما وكاين الباب ديالكم كان هنايا ودار حجاج كانت هنايا لا دار حجاج مازال تدخل مع الشنطة كتدخل مع الزنقة عاودتي ديك الايام هنا كانت دار خو محمد هنايا دار قحيلة هنا غاني كانت الدار ديالهم وهنا حدا هاد القادوس هذا كان واحد البوطو عاقل عليه كنا كنوقفو نتشكاو عليه ونتقابلو مع الناس ديال فران الجيب الله يدير الخير ترديبه هنايا قلتي كان البوطو ياك ولكن ليه كان واحد الخراز حدا دار جمال بخيره مسكين الله يرحمه. هنا كانت محلابه انا عاقل عليها عزيز محلابه وكانوا ساكنين واحد الناس راه تحولوا لبورغون تلاقيت مع ولدهم غير هاد السيمانه قال لي كنت ساكن هنا. هنا كانت واحد الدار كانت واحد الدار كان كيجي ليها المرحوم الملك محمد الخامس الله يرحمه كان كيجي ليها وكانت جا ليها كيجي حتى لهنا كان كيجي حتى لهنا حتى لدار الحاج. الدار الا ما خفت نكذب على ديك العائله الدار ديال حتى شي يقولوا لهم عندهم واحد اللقب اللي هو التمثاليه ماشي مشكل ما نكذبش عليك مشات ليا الاسم ديالو وهذه راه الدار ديال لاله خدوش الله يرحمها مسكين هذه الدار ديالها الدار ديال عبد الله الله يرحمها مسكين هذا موبل هذا الله طلع به وقلنا الله طلع هنا كانوا ساكنين واحد الناس هنايا تحولوا مساكن